ليه قررتي تعملي المستشفى دي؟ أنا بدأت أتعامل مع حالات الحروق من 5 سنين كده تقريبا. اتعرضت لحالتين إنسانيتين يعني. أول حالة كانت لطفل، كان السبوع بتاعه، فالأم نسيت الشمعة جنب السرير، الطفل اتحرق كله. وحالتين التانيين كان أب ولاده بيلعبوا في الغيط بالفحم ولعوا في روحهم. كلموني عشان خاطر نساعدهم. بدأت بقى أشوف إنه في معاناة غير طبيعية، أنا مش لاقية سراير، مفيش مراكز لعلاج الحروق، واللي موجود فولي بوكت فيهوش ولا سرير فاضي، إن هي كلها عدد السراير فيها قليلة جدا. فبدأت أحس إنه يعني على ما بدأنا ندور على مستشفيات تقبلهم، للأسف الحالات ماتت. فبقول لهم يعني ده كان من أكبر التحدي اللي في حياتي، ومن أكتر اللحظات المؤلمة اللي في حياتي، إن أنا بشوف الأمل جوه عيون الأهالي دي بينطفي. سبحان الله في ساعتها كده اتعرفت، لقيت استاذ شريف عصمت عبد المجيد بيكلمني، هو ودكتور عمرو مبروك عايزين يقعدوا معايا بالصدفه، وبيكلموني على موضوع الحروق. دكتور عمرو متخصص جراحه حروق وتجميل، فبيكلمني عن مشكله الحروق في مصر. فلقيت انه عارفه بتحس ان انت في بازل بتركبيها، طب هو جاي يكلمني وبيحكي لي عن الماساه دي دلوقتي. فقعدت بقى اعمل سيرتش جامد جدا عن موضوع الحروق. فلما عملت اهل مصر ديسايد احنا نشتغل، احنا اكتشفنا انه في مصر تقريبا اكتر من 100,000 حاله بتتحرق كل سنه. للاسف 50% منهم اطفال، وده اللي تم حصره انه عن طريق منظمه الصحه العالميه. للاسف في ناس كتير قوي بتتحرق وبتموت ما بتسجلش في شهاده الوفاه انها توفت بسبب الحرق، عشان الاهل ما يتحولوش للتحقيق بعد كده. لقينا انه في تقريبا 37% بيموتوا اول 6 ساعات، يعني ده بمعدل 40,000 واحد بيموتوا تقريبا اول 6 ساعات، غير بقى اللي بيموت بعد اسبوع اسبوعين بسبب الانفكشن، لان المراكز الطبيه والمستشفيات غير مؤهله لاستقبال الحالات دي. وللاسف المستشفيات كتير قوي منها ما كان بيرفض يستقبل حالات الحروق. فانا بقول لهم يا مشكله الحرق دي بتحصل للغني وللفقير. صحيح. يعني احنا كان في واحد صاحبنا مقتدر رجل اعمال وابنه اتحرق في رمضان اللي فات، قعد يلف بيه على المستشفيات الخاصه حتى رفضت تقبل الحاله، وفي مستشفى الوحيده اللي قبلته كان لازم يدفع 20,000 جنيه داون بيمنت عشان يدخل ابنه. فدي ماساه. فبقول طب ده الغني، امال الفقير هيعمل ايه في حاله زي كده؟ ابتدينا بقى نشوف ندرس اكتر الموضوع. لقينا غير انه اسباب الوفاه عاليه جدا، انه في 18% بيحصل لهم اعاقه دائمه بسبب الحرق، وبسبب ان هو اول ما بيتحرق الشخص ده محتاج يبقى في حد ديديكيتد قاعد جنبه، قاعد يعني الدكتور والتمريض جنبه على طول، بيتعمل له علاج طبيعي، بيتعمل له كل ده بيساعد بعد كده في الشفاء بتاعه. فكل ده ما بيتعملش فبيحصل نسبه اعاقه جامده، بيحصل التصاقات، فالايد خلاص بتلزق ما بتتحركش بعد كده، الرجل، العين نفسها بتتقفل ما بتتفتحش، خلاص العين بتموت، العصب بيموت من جوه بعد فتره. فلقينا ان الموضوع يعني اتس تشالنج، واللي بيعيش بعد كده كان بيعيش بكم تشوهات طبعا جباره. للاسف الناس تبقى فاكره ان دي حاجه سهله، لا، يعني التشوهات لما بتلاقي حد جاي لك ايده سايحه ما فيش صوابع، فانت بتضطري تعملي صوابع من اول وجديد، ودانه راحت فتعملي ودان من اول وجديد. يعني هو من حقه كمان، ان هو دايما بقول ان الشخص المحروق ده غير مريض الكانسر او اي حاجه تانية، ده شخص قادر ان هو يكون عنده انه يدي في المجتمع، قادر ان هو يشتغل، قادر ان هو يعيش عيشه كويسه ويبقى شخص منتج في المجتمع، بس احنا بنحكم عليه بالاعدام من اول يوم للاسف بسبب الحرق والتشوهات اللي عنده. فبنلاقي يعني كتير جدا الست جوزها بيطلقها، بيرموا اولادهم في الشارع، بنلاقيهم الاب والام بيحبسوا اولادهم في البيت مش عايزين حد يشوفهم، هم بيتعرضوا لكم اهانات غير طبيعيه وتريقه من الناس. فالناس دي من حقها ان هي يعني نحسن شكلها ونعمل لها العمليات تخليها تعيش عيشه طبيعيه بس، مش اكتر يعني. صحيح.